فول هيا فول 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 ثلاث سنين هذا جبتهم لي في نفس السؤال. ثلاث سنين معناها اللي صاروا من الانتقال نقولوا نحن بتاع الثورة هذه، برغم أننا ما فهمهاش الموضوع هذا. الكبر زاد، اللي كان كبير زاد كبر، والمزمر زاد مسكين طاح كما قبل أعظم من قبل. هذا اللي نقيمه لك أنا، هذا حسب رأينا الشخصي. لحظات بعد ذهاب بن علي أطلع علينا عبد الله القلال الذي اخترنا اسمه بالتعذيب، ومحمد الغنوشي وفؤاد المبزع الذين حاولوا أخذ المشعل يعني مباشرة بعد ذهاب بن علي، بناء على الفصل 56 من الدستور ثم الفصل 57 من الدستور. واعتبارا للتعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية، أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية. يعني حتى يوم 14 و15 جانفي النظام أعاد تجديد نفسه في ثوب جديد من خلال تلك العملية الفصل 56 و57. ما الذي حصل؟ الذي حصل هو أن شبيبة هذه المنطقة وخاصة شباب منزل بوزيان وشباب القصرين وشباب هذه المنطقة التي انتفضت أول مرة أحست، وأن يوم 14 جانفي بالليل لما أطلع علينا الغنوشي النظام يعني حاول تجديد نفسه وحاول إعادة ضخ دماء جديدة. من وقتها حسينا أن الثورة سيبدأت تسرق، وش كانت ثم القصبة واحد، كيفاش كانت القصبة واحد اي بالضبط، خاطر مع في جانفي مع بعد 14 جانفي ديريكت الاولاد هنا في منزل بوزيان تكلم ولاد قال خلنا نعملوا حاجه معناها فيها لينوفاسيون، معناها حاجه معناها مبتكر، معناها حاجه جديده. مثلا قلنا له قال مثلا مش معناها القصبه، مش القصبه اساس قناه تونس عاص مع رجلينا، داولناها في ليلتها ناقشنا فيها كذا، والله وقتها في البريود نتاع نعسوا على اللحوم وكل شيء مش عين العافيه، وخاطر وقتها شتاء مش عين العافيه بلا حطب وكل شيء، هي عاد شبيه نشو القصب نشو لتونس على رجلينا، العاصمه هبطوا العاصمه على رجلينا. الصباح خرجنا مجموعه يمكن راه ما يتجاوزوش 50، معناها مجموعه من الشباب اللي كان فاعل في الحراك اتجه في الطريق نتاعو على رجليه لتونس العاصمه. وصلنا المكنسي بدات تلتحق الجهات، المكنسي بدا نعب بدا الفول يكبر، بدات مع المجموعه تكبر. من بعد وصلنا للرقاب بدا عدد مهول، جاء الاعلام بدات الاعلام يتصل والخلط باش يصور، بدات تفوتنا القروان لقينا الحاكم بالبك الاشارات الحمراء وينظم لنا في الطريق باش تعدوا، الميليتير كيف معناها مسكر الطريق باش القافله تتعدى، بدات القافله تكبر. وصلنا لتونس معها ما كملناش على رجلينا المسافه كامله، يمكن الرقاب على رجلينا من بعد معها، هي معها كانت رمزيه على الحكايه معها. مشينا القصبه بقينا صحيح تمرمدنا في القصبه، تمرمدنا كيف الناس يقول، طيحنا نقولوش طاح نظام كامل، طاح شوي من النظام. في الوقت هذاك انا كإنسان عديت مدة كبيرة من حياتي متأثر بالأدبيات الأمريكية والتحررية، واحد عشت حالة متاع لا سلطة، انعدام السلطة بالمعنى السياسي للكلمة، وتواجد وبزوغ نوع من السلطة المشتركة ما بين الناس كلهم. ذكر البريود هذيك فرد الوقت العباد الفم ما يخدمش والعباد تمشي وتحترم في الكود متاع الطرقات، ذكر فرد الوقت العباد تجيب في الماكلة وتوزع فيها بلاش،
نذكر فرد الوقت كيفاش العباد تنظم في الدخول والخروج، نذكر فرد الوقت كيفاش انه باش تخرج وثيقه ولا باش تخرج قرار ولا باش يخرج مطلب، بما انه حراك لازم يكون في مطلب الا مطلب من الناس الكل ولا ما يدوروا دورات على خير. سا سيتي اكسترا اوردينير. نتكلموا على قصة شباب يحمي في ثورة متاعه، نتكلموا على الجرافيتي في الحيوت كلها شعارات متاع ثورة، تصور متاع ثورة، نتكلموا على محلى القاعدة على المي ومحلى الربيع، محلى الثورة التونسية، تلم الجميع اللي كانت تلمتنا وكل شيء، لأن كان عندنا مشروع موحد هو استكمال أهداف الثورة، فهمتني؟ إذا نتكلموا على القصبة، نتكلموا على خيم اللي كانت موجودة، نتكلموا على حصص التعارف ما بيناتنا نحن الكل، على حلقات النقاش اللي كانت تصير. إذا نتكلموا على القصبة، نتكلموا على 7 متاع الصباح الناس الكل تقوم على النشيد الوطني ونشدوا الصف الناس الكل على الطابونة وزيت زيتونة والعظم الناس الكل مع بعضنا. نتكلموا على القصبة، نتكلموا على لجان التنظيم اللي كان، على الخلايا اللي كانت ناشطة لهنا وكل شيء، على حلم متاع ناس حلموا في طقس بارد لكن أحلامهم كانت سخونة برشا. سي اون اكسبيريونس اليف، هل أني الاكسبيريونس هذه حقت حاجة غير النسيج اللي صنعته؟ حقت سقف عالي أخلاقي، عامة حاجات أخلاقية واضحة كما دم الشهداء كما العدالة اللي ما يعجبناش فيها ونلقاو هكا ولا هكا وحتى ما هوش هكا ولا هكا نرجعوا له السقف الأخلاقي. إيه ستروف أوبليجي كلك سوا لا تريبيون اللي يمشي لها في الاجتماع في الكونفيرونس في تلفزة في مجلس في الفضاء العام، كل سياسي مجبر بالسقف الأخلاقي هذا. سكي اون افونسي ان سوا، هل أنو الافونسي هذه سوفيزونت؟ لا. قصبة واحد والقصبة اثنين حسب معناها من سنتج الشباب، فهمت؟ بطبيعة فشلوا، قصبة واحد والقصبة اثنين فشلوا، فهمت؟ خطر كما تشوف قلنا معنا باش يجي مجلس تأسيسي هذا، فهمنا ولا باش يشوف حل للبلاد؟ لا بالعكس، زاد غرقت البلاد، فهمت؟ تشوفوا طلبوا المجلس التأسيسي باش يحكوا على الشباب اللي ثار الشباب معناها، فهمت؟ تلقاه روح معناها لصقوا على حيط، فهمت؟ دونك القصبة واحد قصبة اثنين فشل. أسباب شو نقول لك؟ أسباب صار اعتصام القصبة واحد وصار اعتصام القصبة اثنين. اعتصام القصبة اثنين صار فيه خطأ كبير ياسر، لأنه وقت اللي تشوفوا إيد المبزع يتولى رئاسة رئاسة الجمهورية وتشوف محمد الغنوشي يرأس رئاسة الحكومة، بقت نفس المنظومة اللي هي بدها تحكم. هذا كان خطأ كبير من النخبة السياسية، أنها ما وصلتش الحركة متاعها وأنها ما خذتش على عاتقها باش تشكل حكومة ثورية. حكومة ثورية هي تنبثق على الأقل من الجهات وتفرز قيادات واضحة للحركة الثورية. صدقت اللي فما بوسيبيليتي التوافق على حكومة شابة وعلى وصدقت اللي هما مبادر متاع بدء تجارب محلية ولا مركزية وغيره. صدقت بمعنى شفتها تصدقوش عليه في ساعة في ساعة تتعمل، بينما بمنطق الأشياء وبمنطق التاريخ هذو مشوانت تحلهم أنت والفرص الأكسيليراسيون وقت اللي تحلهم على 5 سنين على 10 سنين. دعني أقول لك أنه همسنا إلى بعضنا نحن أنه لابد من اقتحام الوزارة ولابد من تنصيب شبيبة
فكانت الضربة الاستباقية من خلال ما قامت به القوى الإصلاحية المعتدلة. ونتذكر جيدا أنه ذلك الاسم الطويل لهيئة بن عاشور، الهيئة العليا للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وجاءت هذه الهيئة هيئة بن عاشور وحاول احتواء بعض العناصر الأفراد وبعض الأحزاب وبعض القوى الإصلاحية المعتدلة من خلال هيئة بن عاشور. الضربة الثانية هي ما قامت به الهيئة الوطنية للمحامين، وتتذكرون جيدا تلك الخيام المنصوبة. والهيئة الوطنية للمحامين كان يؤسس الخيام زملاء محامين ينتمون إلى الاتجاه الإسلامي، إلى حركة النهضة، وحركة النهضة هي قوة إصلاحية معتدلة، هم يقولون هذا. أيضا لا ننسى الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام التونسي للشغل أيضا من خلال عناصره البيروقراطية حاولت فرملت هذا المسار الثوري، وكفى أياتها الشبيبة كفى استهتارا، هذا ما قالوه، وكفى همجية، عودوا إلى منازلكم ونحن أولى بهذا الأمر وسنذهب إلى الانتخابات. ونفس الأمر كان بالنسبة للهيئة الوطنية للمحامين، لأنها كانت عبارة على غطاء لحركة النهضة. آنذاك الهيئة الوطنية للمحامين فيها أسماء معروفة، هي عبارة على غطاء لحركة النهضة، والاتحاد العام التونسي للشغل هو كان عبارة على غطاء وواجهة للتجمع الدستوري الديمقراطي. أليست القصبة اثنين القوى التي قسمت ظهر القصبة اثنين هي نفس القوى التي تمثل الأغلبية الآن؟ هي نفسها ولكن بعناوين وبمسميات مختلفة. وانشر عن عملية الإجلاء حصول بعض حالات الإغماء بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع. وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل دعا المعتصمات والمعتصمين بساحة القصبة إلى اليقظة الدائمة لمتابعة الإصلاحات التي ينتظرها الشعب عبر تشكيل لجنة وطنية من بينهم تتألف من نواب عن جهتهم، ضمانا للتواصل الدائم مع المعتصمين من ناحية، وكآلية تعتمد في التفاوض مع الوزارة الأولى بتأطير من قيادة الاتحاد من ناحية أخرى. الأحزاب، اتحاد الشغل، مع كل ما عنده مسؤولية كبيرة برش فلوصل معها خطر معها كانت معها داعم من السلطة، حتى معها وهي غلطة كانت معها داعم كل شيء، ومثلاً ما لم تنصر مع لقضايا الشعب. يعني من اللي كانت شعاراتنا في القصبة محل الثورة على محل القاعدة على المية ومحل الربيع محل الثورة التونسية تلم الجميع، ولينا نسمع في شعارات من نوع تونس ليك تونس لي تونس دولة لائكية، ونسمع الشعب مسلم ولا يستسلم. بدينا بالصراعات هذه وبدينا روجونا على أساس أنه الصراع الآن أصبح صراع هووي، روجوا لتونس أنه تونس تعيش أزمة متاع هوية. شكونكم يا شباب؟ أنت مسلم، أنت شيوعي، أنت علماني، ما يهمش هدف الثورة، شكون مش يشد هدف الثورة؟ الشيوعي اللي يكفر بربي وكل شيء، ولا المسلم المتطرف، ولا فهمتني كيف، ولا كلائك عبيد فرنسا. أنا دخلنا في متاهات التخوين وابتعدنا عن الأصل. المشروع هو بناء وحدة شبابية قادرة على أنها تدافع على أهداف الثورة اللي كانت تمثل جميع التونسيين بمختلف شرائحهم الفكرية والأيديولوجية، لكن هذا للأسف لم يحصل. استطاع المال السياسي واستطاعت بعض الأحزاب استقطاب الشباب الفاعل، إما دخلوا عن طريق الأحزاب، إما شاركوا يعني في تمثيليات شبابية وكانت متحزبة. القصبة الثانية اللي هي بدأت avec les bonnes intentions de jeunes qui voulaient زعما tirer la leçon من قصبة واحد، ننظموا عنا أكثر تنظم وما غير مندسين وما غير غيره. ما ننساش الدور بتاع الهستيريا الجماعية كيف في الوقت هذاك، الناس كل خافوا من المندسين وكلنا مندسين في بعضنا. ومن نفس النظرة الدونية للمواطن التونسي للروح صار تفويض لتشكيلة الأحزاب اللي ساندت وكذا، اللي هما وقت اللي تربطت خيوط المساندة بتاعهم قصبة اثنين، خاطر هي مجموعة مش هادرة بادرة بقصبة اثنين، وصار توريط الأحزاب عن طريق أصدقاء من الشبان بتاع الأحزاب. تا
طيب احنا دافنين مع بعضنا وورطناه وورطناه مش باش يحكموا فينا ويقولنا شنو هي المطلب اللي هي ثورة قائمة ضد مصالح باش نبدا بارحي عاد فجأة ملي كنا ماشيين مع برشا في انه عندنا رفض واضح ونحبوا نفتحوا افاق اكثر منه نطلبوا اسامي معينة فجأة تك تأسيسي وتنظف الإدارة وتنظف القضاء وتنظف كل الأجهزة وتحضر الانتخاب مجلس تأسيسي ينتخب الشعب والمجلس التأسيسي هذا هو اللي حقا ينجم يكون عنده شرعية وأنه يعمل دستور جديد للشعب التونسي الدستور اللي تعملوه انتوما وتشاركوا فيه انتوما بالنسبة لتوهم زالوا رافضين قاعدين نتحاوروا معهم جماعة حتى من المحامين ما زالوا رافضين مش يروحوا لديار خلي البلاد ترجع تخدم نورمال وخلي الناس كل تشد بلاصتها تخدم نورمال بالله ما تقص حتى شيء معدي على الديريكت على الديريكت اللي الاوضاع الرهني اللي توا في 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 النهج هذايا وعندهم الامن اكثر من نص ساعه رايحين وربي رايحين يستنوا فيهم هاجموا عليهم ايوه كيف ننظر الى المستقبل؟ هل نبقى مجرد مجموعة احتجاجية تأتي في الشوارع وتفرغ شحناتها في شعارات وفي اعتصامات ثم تعود إلى البيوت وتتولى توزيع الصور عبر الفيسبوك والتويتر وتحس وكأنها أحزت المهمة الثورية أم هل لابد من التنظم فعلا وإن كان هناك تنظم هل هذه الشبيبة مطالبة أن يكون لها نقطة ارتكاز دولية لازمنا نفيق بعض أول حاجة فما أربع سنين قبلهم سنوات أخرى لحنا نحكي على قطاع من الشباب الناشط واللي حامل اللي هم تونس وخير 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 هذوما يعرفوا بعضهم بالخبرة أكثر من أربع سنين طبعا ميسيرش تتحط ثقة ميسيرش تتحط تقسيمات الأدوار واضحة ميسيرش نتعلموا on critique les positions بأقصى الكلمات أما الأفراد اللي تعاملنا معهم يبداش مشي البلاصة الفلانية وبلاصة الفلانية لازم يكون قادر نتعامل معها غدوة وبعد غدوة وبعد غدوة تيل لأنه تغيير طبيعة المجتمع التونسي تطلب عمل مشوية الكل سا دوموند أن ترانسبارتيزانيزم ترانسبارتيزانيزم معناها تجاوز المنطق نتاع تجاوز منطق الأحزاب اي مشروع سياسي لازم يكون فيه ما يسمى بعربي السياسه لازم عندك يعني انت شباب لكن لازم عندك مجموعه يعني من المفكرين مجموعه من الخبراء القانون هما اللي اتروك ويعاونوك في انك تسطر الخط السياسي نتاعك وبالطبيعه لازم يكون عندك زياده تفرض تمثيليه داخل مجلس النواب لازم تفرض يعني ما يعني تفرض تكون عندك مجموعه من المبادرات اللي تستطيع انك تنافس بها خاصه مبادرات سياسيه او حتى مبادرات اقتصاديه تنافس بها الحكومه القادمه وتفرض على الناس انهم يعملوا كومباريزون بينك بين انجازاتك انت حتى ولو كانت بسيطه بين انجازات الحكومه هذه والاطراف على الاقل اللي هي نقولوا احنا في الارتهان اليوم للمشاريع الخارجيه والارتهان للصندوق النقد الدولي والارتهان للاتحاد الاوروبي والارتهان للدول الامبرياليه اليوم في الخارج ان هي كانت المعرقل الاساسي في استكمال المسار الثوري والشباب اليوم انا عندي ثقه في على الاقل في جزء من الشباب انه مازال مراهن على استكمال المسار الثوري وأنه مراهن على تحقيق أهداف الثورة ومراهن على الوصول لغايات اليوم أن ترتقي بالمفقرين وبالمهمشين وبالعاطلين والمعطلين على عملنا اليوم على الأقل في تونس.